تعالوا 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 بسرعة، تعالوا بسرعة، شوفوا يلا شر، يلا يلا يلا، الشتاء وجماله وأكله وحلاوته، يلا تعالوا بينا نشوف الوصفة اتعملت ازاي. أمطار الخير، عشان كده بقى نبدأ نعمل ايه بقى الآن؟ العدس. بالرغم اني ما بحبش الاغاني، بس فيروز بتقول ايه؟ رجعت الشتوية، الشتا يرجع معاه ايه؟ العدس، واحلى محشيات واحلى حاجات حلوه كده في الايه؟ في الشتاء. فباذن الله هعمل شويه عدس، حطيت العدس ومعاه البصل وفص ثوم واحد، وهحطه على النار ولما يغلى هنكمل مع بعض. حبيت شفشق الخلاط بالعدس بعد ما استوى، حط طبعا معاه طماطميه وكرفس وثوم، وهضربه دلوقتي. طبعا حطيت البهارات، البهارات بتاعتي جنزبيل، شويه شطه، كمون، فلفل ايه ابيض، وشويه تقيل، وهتبقى احلى شوربه. النهارده الجو برد وجميل. صفيت العدس وجبت الحاجه اللي انا هعملها فيه، هحط العدس هنا اهو كده. بسم الله الرحمن الرحيم، وريتكم بس. وبعدين بقى ايه؟ هحطه على النار وهبشر البطاطس والجزر وهحمر الشعريه وهحط. يبقى انا كده خلصت وجبه كامله. الجزر والبطاطس اهمت اتبشروا، هحطهم بقى على الايه؟ على الشوربه. شويه شعريه اهمت هحمرهم واحطهم على العدس. حمرت الشعريه هحطها على العدس. هحمر بصله دلوقتي عشان احطها في شوربه العدس شويه، والباقي هاخدها عشان اعمل بقى طبق ايه؟ رز غرف، اللي هو عدس الغرف يعني. شايفين؟ هي دي التقليه اللي انا هحطها على الايه؟ على العدس. رجعت الشتوية ورجع معاها العدس والمحشي وكل حاجة حلوة في الشتاء. دي وصفة الايه؟ شوربة العدس والعدس الغرف. ادخلوا وشوفوه وان شاء الله يا رب يعجب. وده بقى عيش فلاحي جاي لي. نهاية شوربة العدس لازم ادوق. والغرف، الله الله والله ما في كده. يلا ان شاء الله باذن الله الوصفه تعجبكم، اشوفكم على خير. ويا جماعه لو تكرمتوا لايك لايك وشير.